بسم الله على بركة الله نفتتح جلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر فبراير لسنة 2015. المعتذرون سعادة النائب محمد العمادي، تصديق على مضبطة الجلسة، هل هناك أي ملاحظة على مضبطة الجلسة؟ البند الثاني، البند الثالث، الرسائل الواردة من الحكومة المشاريع بقوانين. اختار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص المشروعات المتبقية لدى مجلس النواب والتي لم يتم الفصل فيها قبل انتهاء الفصل التشريعي الثالث، والمقدمة من الحكومة التي ترغب في التمسك بالاستمرار في نظرها. إحالة هذه الإجماع هذا المشروع من ضمن الرسائل الواردة، إحالة حق اللجان المختصة، هذه من المشاريع اللي تمسكت فيهم الحكومة. عرض الرسائل الواردة، هل موافقون على إحالة اللجان المختصة يا أخوان؟ أغلبية موافقة. الرسالة الثانية، عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بحث أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 76 المرافق للمرسوم الملكي رقم 4 لسنة 2015، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية، وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. هل موافقون على إحالة هذا المشروع لجنة الشؤون الخارجية بصفة أصلية ولجنة الشؤون التشريعية لإبداء الملاحظات؟ أغلبية موافقة. البند الرابع، الأسئلة، رد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة النائب أسامة عبد الحميد الخاجة حول موعد تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع توبل الإسكاني والمناطق التي ستستفيد من هذا المشروع. سعادة النائب أسامة غير موجود، كان موجود وانسحب. انسحب. السؤال الثاني، رد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة النائب نبيل عبد الله البلوشي حول عدد الطلبات الإسكانية في محافظة العاصمة والمشاريع الإسكانية المخصصة للمواطنين في المحافظة وبالأخص الدائرة العاشرة. سعادة النائب عادل ماي اليوم؟ نبيل البلوشي. ها نبيل. إيه؟ السؤال الثالث، رد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة النائب عادل حميد عبد الحسين حول تأخر وزارة الإسكان في تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في إسكان البرهامة لمستحقيها. نائب عادل حميد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. في البداية أشكر جزيل الشكر معالي وزير الإسكان وجميع المسؤولين والعاملين وزارة الإسكان على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل الإسراع في إنجاز المشاريع الإسكانية. فيما يخص مشروع البرهامة الإسكاني، قد بدأت وزارة الإسكان في المشروع بتاريخ 30 سبتمبر 2010 على أن يتم الانتهاء منه في 11 ديسمبر 2011، ولكن عمليا الوزارة لم انتهت الوزارة من بناء القسم الأول منه الذي يحتوي على 134 وحدة سكنية في منتصف 2012، أي قبل سنتين ونص، لكن المستفيدين من المشروع لم يستلموا وحداتهم السكنية إلا في شهر يناير الماضي. والحقيقة أني توجهت بالسؤال إلى معالي وزير الإسكان في نهاية شهر ديسمبر، لكن لم تكن الوزارة في حينها لم تكن الوزارة قد وزعت الوحدات الإسكانية. وبعدين التقيت بمعالي الوزير في شهر يناير ونقلت له المعاناة الكبيرة التي يعيشها المستفيدون من الوحدات السكنية
والذين ملوا من الانتظار، قال لي بأنه سيوجه المسؤولين إلى سرعة توزيع الوحدات الإسكانية. معالي الرئيس، هل من المعقول أن إنجاز 134 وحدة سكنية فقط يستغرق كل هذه السنوات؟ فكيف إذن نتحدث في إنشاء 25,000 وحدة سكنية في الأربع سنوات المقبلة؟ إذا كانت هاي الحالة في 134 وحدة سكنية، السؤال المهم أين الخلل سعادة الوزير؟ قال في رد سعادة الوزير على سؤال المتأخر، تسليم الوحدات السكنية كان بسبب تأخر توصيل شبكة الصرف الصحي. نعم هي صحيح، لكن رأينا كيف أن الوحدات السكنية في المشروع كانت جاهزة منذ منتصف 2012، أي أن وزارة الإسكان مشكورة أنجزت مسؤوليتها ببناء الوحدات السكنية، لكن الخلل كان في تجهيز البنية التحتية للمنازل، والذي تأخر لمدة سنتين ونص، وهذا تأخر غير مقبول نهائياً، وهذا الأمر للأسف الشديد لم يحصل في إسكان البرهامة فقط، ولكن حصل وتكرر في عدة مشاريع إسكانية، حيث تكون المنازل جاهزة من حيث اكتمال البناء، وتأخر البنية التحتية لأشهر طويلة أو لسنوات. وهنا يأتي الكلام عن ضرورة وجود تخطيط شامل وتواصل فيما بين الوزارات المعنية من أجل تكامل الجهود. فإذا كانت مشكلة الإسكان هي إحدى أولويات الحكومة في السنوات المقبلة، فإن ذلك لا يعني أن وزارة الإسكان هي وحدها من يجب أن تتحمل المسؤولية، لكن يجب أن تتحد الجهود لكل الوزارات والجهات الحكومية. معالي الرئيس، لقد ذكر سعادة الوزير في رده بأن تسليم القسم الثاني من إسكان البرهامة سيكون في الربع الأخير من 2015، ونحن نأمل أن تلتزم الوزارة بهذا الوقت وعدم التأخر في التسليم في الوقت الذي نأكد فيه على معيار الأقدمية عند التوزيع، فنأمل الأخذ بعين الاعتبار طلبات محافظة العاصمة التي يقع فيها المشروع. مقدرين وثمنين جهود الوزير وشكرا. تفضل سعادة الوزير. معالي الرئيس، أصحاب السعادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سعادة النائب على متابعته الحثيثة لمشروع البرهامة الإسكاني، وبالفعل التقيت مع سعادة النائب مع نهاية العام الماضي، وكان مستمر المتابعة والسؤال عن هذا المشروع، ومثل ما وعدناه نفذنا أن تم تسليم الوحدات السكنية بالفعل للأهالي بالكامل مع بداية شهر يناير 2015. المشروع حقيقة منقسم إلى قسمين، بيوت وحدات سكنية وأيضا وحدات سكنية من الشقق، أربع عمارات تحديدا تعادل 136 شقة في الجهة المقابلة للمشروع. طبعا المشروع فعليا أو التاريخ الفعلي للبدء في تنفيذ هذا المشروع بالفعل يرجع إلى 2010، ولكن لم تبدأ وزارة الإسكان بتنفيذ هذا المشروع إلا مع بداية عام 2012، والأسباب كثيرة. أولاً موضوع الأرض، تحويل الأرض هذه إلى وزارة الإسكان استغرق وقت كبير، وأيضاً إحنا في وزارة الإسكان مربوطين بأنظمة وإجراءات يجب إنجازها ليتم البدء في المشروع. وقررت وزارة الإسكان كون هذه الإجراءات تأخرت بعض الشيء أن تشرع في بناء هذه الوحدات السكنية، ولله الحمد تمكننا من إنجاز هذه الوحدات السكنية وتسليمها للمستفيدين. إنما طبعاً مؤخراً كانت هناك بعض الأمور لم تستكمل حقيقة في بداية انطلاقة هذا المشروع، وتحديداً ربط هذا المشروع بالخدمات الخارجية. وطبعاً الشكر الجزيل للوزارات الأخرى المتمثلة بالخدمات، قامت بجهد ومشكور بحيث
سرعت ايضا في مد الخدمات او الخطوط الخارجيه لهذا المشروع، وكانت بعض الشيء بعيد عن هذا المشروع. لا الحمد، اليوم احنا تجاوزنا هذه المرحله ونتطلع ان يتم انجاز مشروع العمارات السكنيه، الاربع عمارات السكنيه ايضا في وقتها. الان ما عندنا مشكله بالنسبه للخدمات، وان شاء الله راح يتم تسليم الخدمات الشقق في وقتها. واطمنكم ايضا ان هناك اقبال متنامي على طلبات الشقق، نتيجه ان الوزاره اهتمت كثيرا في تصاميم هذه الشقق، او الجيل الاخير او الجيل السادس من هذه الشقق. هذه الشقق طبعا مساحتها مساحه بيت تتجاوز ال 200 متر مربع المساحه، فيها اربع غرف نوم وشامله الخدمات، مواقف تحت الارض، وكل اربع عمارات يعتبر مجمع قام بذاته. في تطوير حقيقه نوعي في هذا الشقق، ونرى ان شاء الله ان هذا الشقق راح يكون هي المستقبل بالنسبه لتنفيذ المزيد من المشاريع الاسكانيه. شكرا. شكرا سعاده الوزير. سعاده النائب اسامه خاجه. طبعا السؤال مقدم من سعاده النائب اسامه الخاجه الى سعاده الوزير. تفضل سعاده النائب اسامه. سيدي الرئيس، الساده الزملاء، السيد الوزير، قام السيد الوزير مشكورا بالرد على سؤالي كتابيا، ونحن إذ نتقدم بالشكر لمعالي الوزير على سرعة الاستجابة والرد، نؤكد على ما يلي: ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات السكنية وعددها 320 وحدة سكنية و246 شقة تمليك. سعادة الوزير، أنا أمس كنت موجود في الموقع. طبعا المشروع قائم، بس الوحدات السكنية لحد الآن لم تقم، فما أعرف كيف سعادة الوزير كان يفصل في موضوع أن تسليم في نص 2015، والوحدات السكنية اللي هي ما تعد 324 بيت لحد الآن ما ارتفعت طابوقة واحدة فيها. إضافة ضرورة التأكيد على تحديد الفترة بين توقيع العقود وتسليم المفاتيح، وأيضا ضرورة مراعاة معايير الأقدمية والمناطقية، وضرورة التنسيق مع وزارات الأشغال فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات العامة للمشروع، حيث أن شارع الخدمات يعتبر من الشوارع المزدحمة جدا سعادة الوزير، وما في موجود إلا منفذ واحد لهذا المجمع. قامت وزارة الإسكان مشكورة على قيام هذا المشروع سعادة الرئيس، ولكن لحد الآن أنا لم نلاحظ هناك أي بنية تحتية لحد الآن جاهزة في موضوع المناطق وموضوع الشوارع. نحتاج منافذ جديدة سعادة الوزير، وتكلمنا أظن من قبل في نفس الموضوع، في منافذ كانت موجودة في شوارع من ممكن تدخل من الخارطة، كان مشروع قديم موجود، ويا ريت انه ينفذ وينسق مع وزارة الاشغال، لان الازدحام هني بيكون يعني مع 324 منزل و246 شقة بيكون ازدحام جدا جدا كبير. وشكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب اسامة. سعادة الوزير لك تعليق. الله يسلمك. اشكر سعادة النائب على السؤال، ويمكن اجد من المناسب ايضا اطلاع معاليك ومجلسكم الموقر من خلال هذا السؤال، لاجد حقيقه فرصه ان نتواصل معاكم، وايضا ننقل لكم الجهد الكبير اللي تبذله وزاره الاسكان من خلال تنفيذ هذه المشاريع. طبعا خلفيه هذا المشروع بالتحديد اتى من خلال حصر الطلبات المتزايدة في المحافظة الوسطى آنذاك، وبذلت وزارة الإسكان من خلال
ملاحظاتها للطلبات المتزايدة في طلبات الإسكان في المحافظة الوسطى بذلت جهد كبير في البحث عن أراضي واستملاكها. هذه الأرض طبعا جزء كبير منها مستملك وجزء أيضا متداخل مع 6 أراضي أوقاف، وهناك أيضا منشآت مقامة على هذه الأرض، ولكن وجدنا أن هناك فرصة كبيرة لإنشاء مشروع متكامل يخدم أبناء المحافظة الوسطى وأيضا المحافظات المجاورة، ولعل ممكن تكون فرصة لاستيعاب المواطنين من الطلبات القديمة. طبعا المشروع أو الأرض متاحة بس من حوالي 1.5 سنة، ولحد الآن هناك بعض المنشآت المقامة لحد الآن موجودة على الأرض، وهناك أيضا مساعي لمعالجة بعض الأراضي الوقفية أيضا موجودة على هذه الأرض. ولكن تقديرا لحجم الطلبات قررت وزارة الإسكان البدء في تنفيذ المرحلة الأولى، وخصها اللي هي مشروع العمارات السكنية، ولله الحمد أنجزنا ما يزيد عن 40%، وهناك 5 حزم من المشاريع أو 5 باكيجز من المشاريع للوحدات السكنية. بدأ 3 موجودين على الأرض بشكل تدريجي، و2 إن شاء الله يعني خلال الأيام الجاية إن شاء الله راح يكونوا موجودين على الأرض. ما في شك أن نأمل إن شاء الله أن بالفعل يتم تسليم هذا المشروع بشكل تدريجي، ولكن لا نتوقع أن يكون تسليم المفاتيح خلال هذا العام، إنما يتم تخصيص هذه الوحدات السكنية للموجودين على قوائم الانتظار لضمان حق كل مواطن. أيضا احنا في هذا المشروع أيضا أجرينا دراسة جدوى متأنية، كون احنا استملكنا هذه الأرض ونلاحظ أن نسبة عدد الشقق فيها تفوق عدد الوحدات السكنية، وتحديدا 320 شقة و246 بيت، وهذه أيضا يأتي لمثل ما يقولون value for money. وإن شاء الله الآن أيضا خطينا خطوات في ترتيب العمل، وبدأ العمل فعليا، وإن شاء الله نؤكد لسعادة النائب لمجلس الموقر أنه راح يتسارع العمل في هذه المشروع. بالفعل ما أشار له سعادة النائب من تخوف أو من حرصة للتنسيق مع الوزارات الأخرى، تم هذه التنسيق، والوزارات الأخرى أيضا تنظر بعين الاعتبار المداخل والمخارج، وأيضا مهتمة في تطوير شبكة الطرق المحيطة بهذه المشروع. وشكرا. السؤال الذي لي الأمين العام. أرد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة النائب خليفة عبد الله الغانم حول المعايير التي سوف تعتمد عليها الوزارة في توزيع الوحدات السكنية في مشروع منطقة الحنينية الإسكانية. تفضل سعادة النائب خليفة. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حب أني أشكر سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر على جهوده الملموسة والواضحة في حل أغلب المشاكل حقيقة الإسكانية وأغلب المعضلات التي يواجهها العديد من المواطنين. معالي الرئيس، قد وجهت سؤال إلى سعادة وزير الإسكان بخصوص ما هي المعايير التي سوف تعتمدها الوزارة في توزيع الوحدات السكنية في مشروع الحنينية الإسكاني. طبعا تفضل سعادة الوزير بالرد بأن المعيار هو معيار الأقدمية، طبعا هو مشكور على ذلك. معالي الرئيس،
طبعا لا يخفى عليكم ان الرفاع يمكن من اكبر المدن مدن المملكة، ويوجد بها عدد كبير من الطلبات الإسكانية اللي لحد الحين يعني لم تتحصل او لم تستفيد من اي مشروع. كما لا يخفى عليكم ان المشروع دي فعلا مشروع الحنينية يوم ظهر كأمل لأهل الرفاع، والكل الآن يتساءل المشروع فعلا جاهز. وأنا زرت الموقع حقيقة وفعلا المشروع على قدم وساق، والوزارة حقيقة ما هي مقصرة، ولكن حنا عندنا سؤال بدأ من المشروع في الطور الأخير للتسليم. متى سيتم تحديد موعد توزيع الوحدات السكنية وقائمة المستفيدين؟ كما حقيقة حنا لا نشكك في شيء، حقيقة وزارة الإسكان تعمل بشفافية تامة حقيقة، وهذا فعلا اللي شفناه خلال الفترة الماضية، وحنا حقيقة نشد على يدهم ونوقف وراهم حقيقة، وهم أثبتوا في المرحلة الماضية فعلا أنهم قادرين على حلحلة الملف الإسكاني والمشاكل الإسكانية. وشكرا معالي الرئيس. شكرا سعادتنا خليفة الحان. تفضل سعادة الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر سعادة النائب خليفة على سؤاله، وفي الواقع هو من بالإضافة إلى السؤال دائم السؤال عن هذا المشروع من حرصه على منطقته وأهله والدائرة اللي يمثلها. طبعا نأكد احنا ان بالفعل الرفاع الغربي لم يحظى بالمشاريع الإسكانية اسوة بالمناطق الاخرى، انما طبعا هذا المشروع ليس بالصغير، وهذا المشروع 293 وحدة سكنية، وبالإضافة إلى مجمعات إسكانية صغيرة مجاورة لهذا المشروع نجمعها تعطينا أكثر من 380 وحدة سكنية في هذه المنطقة المحصورة، يعتبر انفراجة للخدمات الإسكانية الموجود للمواطنين الموجودين على قوائم الانتظار في هذه المنطقة. طبعا احنا دائما ناكد على معيار الاقدميه احد اهم المعايير اللي تعتمدها وزاره الاسكان بالاضافه الى معايير اخرى منها المناطقيه ومنها ايضا معالجه الحالات الانسانيه والحالات الطارئه، وهذه طبعا مسؤوليه في متاحه لنا في وزاره الاسكان، و من خلالها نعالج كثير من الموجودين على قوائم الانتظار. هناك ايضا مشاريع مستقبليه يجب الاشاره لها في المحافظه الجنوبيه. طبعا هناك مشاريع قائمه او تم تسليم مشروع الزلاق الاسكاني، وتم تسليم جزء من مشروع عسكر ومشروع جو، وهناك ايضا مشروع امتداد لعسكر قائم بدا العمل فيه اكثر من 430 وحده سكنيه، وايضا هناك مخطط عام تم اعداده لعرضه على الجهات المختصه، وهو طبعا في الدور النهائي. بحال اعتماد هذه المخطط وتخصيص واعتماد الميزانيات اللازمه بيعطينا في حدود 4000 وحده سكنيه، واذا تمت الامور حسب ما هو مخطط لها راح يبدا ان شاء الله وضع حجر الاساس في هذه المنطقه في موعد لا يتجاوز بدايه عام 2016، لتشهد هذه المنطقه تنفيذ اكثر من 5000 وحدة سكنية. بالنسبة لسؤال سعادة النائب عن متى راح يتم توزيع
وحدات سكنية في مشروع الحنانية. فإحنا طبعا الآن بصدد مراجعة الكشوفات النهائية، وحال ما ننتهي من ذلك إن شاء الله راح نضع البرنامج والتوقيت اللازم، وأعتقد إن شاء الله أن احنا جاهزين خلال هذا الشهر أو مع إطلالة الشهر القادم بمشيئة الله. شكرا سعادة الوزير. تفضل سعادة الأمين العام. شكرا معالي الرئيس. رد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من سعادة النائب جمال داود سلمان حول الإشراف الهندسي لإعادة بناء جامع معاوية بن أبي سفيان وجامع اللوزي في مدينة حمد. تفضل سعادة النائب جمال داود. اسمح لي مع الرئيس أن أبدأ بحديثي بقصة وضعت لها عنوان، وعنوان القصة تذكروا 52، رقم 52. وعادة ما تبدأ كل قصة بمقدمة، ومقدمة قصتي أتذكرها ب 52. فبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدمة القصة هو السؤال نفسه، ولكن السؤال بشقه الحقيقي وليس الشق مقدمة السؤال. هل الإشراف الهندسي يتم من خلال مكتب متخصص أو من خلال موظف الوزارة؟ ولماذا يتواصل الخلاف على اختيار وتحديد المشرف الهندسي؟ وهل ستستمر معاناة المصلين بالصلاة خارج الجوامع صيفا وشتاء؟ ومن ثم تبدأ الحكاية، حيث أنه في يوم من الأيام دخل رجل كريم يحب الخير بلد عرف عنه أنه من البلاد المسلمة، وسأل أهلها أين أبني مسجدا؟ فقالوا له عندنا 52 موزع على أرض بلادنا، فاختر منها ما تستطيع تحقيق لأهله في هذه البلاد. فتعجب الرجل الكريم وقال أبشروا، وأين واليها وإلى هذه المساجد؟ فقالوا له لا تسأل عنه إلا بعد أن تخبرنا ما قصة حانة ومانة، فإذا عرفناها عرفت قصتنا. وهكذا معالي الرئيس، اعتاد الأهالي أداء صلاة الجمعة في العراء صيفا وشتاء لزيادة عدد المصلين، واعتادوا على الصبر إلى أن يعلم الصبر أنهم صابرون على ما هو أمر من الصبر. سنوات تتلو بعضها البعض ورسائل وأوراق ومكاتب وإدارات، ويتسابق الناس بالاتصالات وتقديم الرسائل من رجال ونساء، ولكن يبقى الواقع آمال. لن أطيل معالي الرئيس، فأشكرك وأشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على حضوره واستجابته لنداء المسلمين على أرض البحرين، سائلين المولى أن يمد لنا في العمر نشهد مكان 52 صندقة على أرض البحرين مساجد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة النائب جمال داود. سعادة الوزير تفضل. شكرا سيد الرئيس، وأشكر سعادة النائب على توجيه السؤال فيما يتعلق بمسجد معاوية بن أبي سفيان، وكذلك فيما يتعلق بالإشراف الهندسي على المشاريع. وإحنا قلنا أن الإشراف الهندسي على المشاريع هي عبارة عن الإدارة الهندسية بالشؤون الإسلامية، وكذلك مهندسين الأوقافين حسب المسجد الذي يبنى أو دار العبادة التي تبنى. فقط حتى لا أدخل في تفاصيل، لكن يمكن أنا بقول رقم أقل من رقم سعادة النائب. هو قال 52 أو 14. في هذا الشهر بإذن الله بيبدأ العمل في بناء مسجد معاوية بن أبي سفيان، فأعتقد رقم 14 أسهل، وبإذن الله إن شاء الله بيبنى هذا المسجد، كذلك مساجد أخرى. فقط للمعلومة، في خلال 10 سنوات أنفقت حكومة مملكة البحرين ما هو حول 30 مليون دينار بحريني على بناء دور العبادة في مختلف مناطق المملكة. الذي يحدونا في هذا هي الحاجة الفعلية بالنسبة للناس في بناء بيوت لله لا ندعو فيها مع الله أحد، سواء من مساجد أو جوامع، وكذلك مآتم قامت الحكومة أيضا ببنائها. مجموع المساجد تكلفتها حوالي 30 مليون دينار. قد يكون هناك بعض القصور في الإجراءات اللي في الحقيقة بتتطلب مننا إجراء، يعني لازم أدخل في مناقصة، لازم أقيم عطاءات، يجب أني أنا أتخذ بعض الإجراءات، ولكن في آخر الأمر نحن نبني بيوتا لله
ويعني أطمئن النواب جميعا أننا في هذا المجال لا يمكن أن نتهاون في حاجة أساسية للناس تتعلق بأمور عبادتهم. شكرا سيد الرئيس. تفضل. شكرا مع الرئيس. طبعا أشكر توضيح معالي الوزير لما بينه، ولكن هي في حقيقتها ال 14 مسجد هؤلاء هاته فقط في مدينة حمد، ولم أشاء أن أذكر الأمر بمناطقية، وإنما تذكرت عن مملكة البحرين ككل. هناك 52 صندقة يصلى فيها على أرض البحرين، ومتابعتي الشخصية، ولن أذكر أحدا في هذا العمل، وتابعنا معه مع الوزير يذكر قبل سنوات عن مسألة الصنادق المستمرة وبقائها، ومحاولات أن تسلم لنا أوراق أراضيها لبناء للمتبرعين. نحن نقدر حكومة البحر المملكة تبع جلالة الملك المفدى في اهتمامه في شؤون المسلمين، ونقدر توجه الحكومة برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء باهتمامه بشؤون شعب البحرين واهتماماته بأمور البحرينيين ككل وأهل البحرين والمسلمين على أرض البحرين. ولكن المسألة اليوم يعني التساؤلات التي يثيرها الناس في مجالسنا وفي لقاءاتنا وفي المساجد أنفسها، ماذا يجري على أرض البحرين؟ لا نريد أموال الدولة، المتبرعين لبناء المساجد يبنون لك أكثر من 100 مسجد في البحرين وجوامع كذلك، وهناك مبالغ طائلة متبرعين مستعدين التبرع فيها. فلذلك نحن نقول لمعالي الوزير نريد أن نضيق الفجوة بين الأهالي المصلين في المسجد وبينكم، ونريد أن نعيد الثقة فيما بينكم وبين الأهالي وبين الأهالي وبينكم، بحيث أن هم إذا كانت المسألة في إقامة صندقة والصندقة وتركيب جنريتر ونجري وراء الديزل من أجل استمرار الجنريتر أو توصيل الكهرباء على البيوت أو إلى آخره، طب إلى متى؟ يعني مع سنة سنتين أنا تابعت مسجد واحد فقط إلى اليوم يمكن أكثر من 10 سنوات. طب ايش المشكله؟ يعني خلونا نفهم، اذا كان هناك ارض مخصصه لامر اخر ووضعت عليها صندقه بالخطا نغير، ما هي مشكله يعني، ما هي قصه. ولكن لا يعقل ان يستمر الحال على ما نحن عليه، مصلين في صنادق ويتبرعون من اموالهم لبناء هذه المساجد، والحكومه ترفض ولا بعرفين احنا من صاحبنا اصلا. ومع احترامي لمعالي الوزير واحترامي لرئيس الاوقاف واحترامي لكل الحكومه في البحر وشعب البحرين، بصراحه انا ذكرت في سؤالي لماذا يستمر الخلاف؟ انا ما ذكرت عن جامع معاويه واللوزي بينبيني، وهذا صبرنا عليه 3 سنوات، والان ان شاء الله ينتهي هذا العام ولا نتجاوز 2015 ولا يطلق مسمار واحد في الارض. ولكن السؤال لماذا يستمر الخلاف على بناء مساجد بين أوقاف السنية وبين وزارة العدل؟ طيب احنا يعني شعب البحرين ايش ذنبه في هذه الخلافات؟ لنتجاوز الخلافات جانبا، نحلها بطريقتكم، ولكن لتبنى مساجدهم ولدع الناس تصلي في مساجدها وتحفظ أبنائنا من الشوارع وتقام مراكز تحفيظ القرآن، وعلى الأقل نبني بلدنا بأيدينا بفكرنا بمعرفتنا، وهذا ما يؤكد على جلالة الملك بعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا. أما إذا تركنا الأمور هكذا مهمشة إلى متى؟ شكرا جزاك الله مشكور. تفضل معي الوزير بس باختصار رجاء. انا متفق تماما مع سعاده النائب. انا لما قلت 14 انا قلت 14 كتاريخ، 14/2 بيبدا العمل في مسجد معاويه، ولكن لم اذكر ارقاما في هذا الخصوص. ثانيا، لا يوجد ما بين وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقافين ايا ما كانوا خلاف. وزير العدل هو الوزير المشرف على هاتين الدائرتين. في حالة إذا كان هناك توجيه يصدر من وزير العدل في هذا الأمور تنفذ. احنا نتكلم في موضوع ثاني، تتكلم عن الموضوع الإشراف الهندسي. طلبت الأوقاف أن يكون هناك مكتب ليشرف على بناء هذا، وقلنا حاضر وحملناه على ميزانية المشروع. هذا موضوع ما كان فيه اختلاف، بالعكس وافقنا معاهم، رغم انها كانت المساله كانت جديده، لم يكن هذا هو الدارج في العمل. ايا ما كان، انت قلت من صاحبكم، احنا كلنا اصحابكم، فالمساله ما بنختلف عليها ان شاء الله. شكرا شكرا معالي الوزير. سعاده الامين العام. شكرا معالي الرئيس. رد معالي وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف على السؤال المقدم من سعاده النائب انس علي بوهندي حول عدد القضايا المقدمه ضد الطواقم الطبيه التي تم رصدها في المحاكم خلال 10 سنوات الماضية. سعادة النائب أنس.
كان موجود وانسحب؟ انسحب. من ضمن المنسحبين يعني؟ نعم. سابعا، رد سعادة وزير الصحة على السؤال المقدم من سعادة النائب ذياب محمد النعيمي حول إنشاء مستشفى عام في المحافظة الجنوبية. سعادة النائب انسحب؟ كان موجود انسحب؟ اي نعم، نعم كان موجود. ذياب النعيمي. اي نعم كان موجود. كان موجود انسحب. نعم. البند الخامس، المراسيم بقوانين. تقر لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2014 بتعديل المادة 22 من القانون رقم 13 لسنة 75 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. مع الرئيس. تفضل. شكرا مالك. صراحة جدولنا قدوم الوزراء حسب الجدول الأصلي، فصار عليه تغيير بسيط بسبب مع الأسف انسحاب بعض الأخوة النواب. الأخوان من التأمينات الاجتماعية جايين بالطريق، إذا رأيتوا أن نأجل لدقائق هذا المرسوم أو إذا حبيتوا تبتدون فيه، بس إنما هم يردون عليكم إذا ممكن. شكرا. تفضل رئيس اللجنة. مشكور سعادة الوزير، تفضل. شكرا معالي الرئيس. أعتقد ردا على كلام معالي الوزير، المرسوم احنا متفقين معاهم، يعني حتى قعدنا وجلسنا معاهم، فما اعتقد يعني وجودهم وعدم وجودهم راح يغير الشيء، لان متفقين تماما في الموضوع. وجهه نظر متطابقه. شكرا معكم. ممكن نناقشه؟ سعادة الرئيس اثبت التقرير في مضبطه الجلسه. هل موافقون تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أقلبي موافقة. تفضل سعادة النائب أسامة. توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون. لا. هل هناك أي ملاحظات قبل المقرر يقول توصية اللجنة؟ ثبتنا المحور. تفضل سعادة النائب عيسى الكويجي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الوزير. اعتقد المرسوم هذا معالي الوزير معالي الرئيس جه في وقته، خصوصا باللي قاعد يصير في الميزانيه، والميزانيه امامنا. اي نعم. وبعد بسعر البترول المنخفض حاليا. نعم. فاعتقد انه خطوه جيده من الحكومه علشان يشوفون شلون ممكن هم يقننون في المصاريف، وهذه كانت واحدة من الأشياء اللي كان ما أقول عبء، ولكن كان الموضوع دائما المواطنين يتكلمون عنه. أنا شاكر للحكومة على هالقانون، شكرا جزيلا، لأن هذه الصراحة سوى شيء إيجابي، وهذه مبادرة من الحكومة. نعم. إنه قاعد تقول حق المواطنين إحنا أول شيء بنخفف المصاريف من عندنا، وبعدين بنشوف شو نقدر نسوي. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعاده النائب. تفضل رئيس اللجنه عقب سعاده النائب عادل. شكرا معالي الرئيس. طبعا هذا المرسوم جاء ليعالج الخلل الحاصل الان. يا اخوان اصحاب سعاده النواب، الان لما القانون نافذ مجرد تعين وزير يوم واحد يحصل على مكافاه 80%. جاء هذا المرسوم لتعديل وضع الراتب التقاعد نفسه الوزير، لازم الان ياخذ اقل شيء في الوزاره سنه. نعم. وياخذ 40% سنتين، وياخذ 40% من الراتب الاساسي. يعني الان الوزير يحتاج الى تقريبا 7 سنوات حتى ياخذ 80% بحد اقصى. واعتقد ان هذا بيقلل النفقات والضغط على صندوق التقاعد، واحنا طبعا توجهنا مع هذا الشان لتصحيح الخلل الموجود الان حاليا. فاعتقد هذا المرسوم ادعو اخوان صاحب سعاده النواب الموافق عليه، لانه يصب في صالح يعني صندوق التقاعد واستمراره، فهذا اعتقد جيد، اتمنى ان الجميع وافق عليه. شكرا. سعاده النائب عادل حميد، تفضل. معالي الرئيس، انا مع القانون. للاسف في الوضع السنوات السابقه كان يسبب الكثير من الهدر في الاموال العامه، وهو خلاف المساواة والعدل، حيث يميز بين الوزير وغيره من الموظفين في تسوية المعاشات.
كما أنه يتضمن إخلالاً فحشاً حيث يساوي الوزير بين الوزير الذي قضى 10 سنوات في العمل والوزير الذي قضى سنة واحدة وأيام في الخدمة. نعم. ورغم أننا كنا نفضل أن تحول الحكومة المرسوم في صيغة مشروع بقانون لكي يمكن لنا أن نقوم بدراسته وربما التغيير فيه، لكني مع التصويت لصالح المرسوم. شكراً. شكراً. هل هناك أي ملاحظات أخوان؟ تفضل. توصية اللجنة. توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2014 بتعديل المادة 22 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبذلك تقدم اللجنة تقريرها لمجلسكم الموقر ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنه. تصويت نجاهم بالاسم يا اخوان، تفضل. النائب ابراهيم جمع الحمادي، النائب احمد عبد الواحد قراطه، النائب اسامه عبد الحميد الخاجه، النائب انس علي بوهندي، النائب جلال كاظم حسن، النائب جمال داوود سلمان، النائب جمال علي بو حسن، الدكتوره جميله منصور السماك، النائب حمد سالم الدوسري، النائب خالد عبد العزيز الشاعر، مو موجود، النائب خليفة عبد الله الغانم، النائب ذياب محمد النعيمي، النائب رؤى بدر الحايكي، النائب عادل حميد عبد الحسين، النائب عادل عبد الرحمن العسومي، النائب عباس عيسى الماضي، النائب عبد الحليم عبد الله مراد، النائب عبد الحميد عبد الحسين أحمد، النائب عبد الرحمن راشد بومجيد، النائب عبد الرحمن علي بو علي، النائب عبد الله علي حويل، النائب علي حسن العطيش، النائب علي عبد الله العرادي، النائب علي عيسى بو فرسن، النائب علي يعقوب المغله، الدكتور عيسى احمد تركي، النائب عيسى عبد الجبار الكوهجي، النائب غازي فيصل آل رحمه، النائب فاطمه عبد المهدي العصفور. غير موافق. النائب ماجد ابراهيم الماجد، الدكتور مجيد محسن العصفور، النائب محسن علي البكري، النائب محمد اسماعيل العمادي، النائب محمد جعفر ميلاد، النائب محمد حسن الجودر، النائب محمد سلمان الاحمد، النائب محمد يوسف المعرفي، النائب ناصر عبد الرضا القصير، النائب نبيل عبد الله البلوشي، معالي الرئيس احمد بن ابراهيم الملا. موافق. كم عدد؟ جمال داوود توي. اخي جمال داوود موافق؟ اغلبيه موافقه. اغلبيه موافقه. البند الذي يلي. البند السادس تقارير اللجان بخصوص المشاريع بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الثالث. اولا تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة المعاد بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة الموجودة لدى مجلس النواب والذي لم تبت فيه اللجنة في الفصل التشريعي الثالث. تم عرض التقرير على الجلسة العادية الخامسة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير، وقرر المجلس إعادته إلى اللجنة لمدة أسبوع واحد لمزيد من الدراسة. شكرا معالي الرئيس. تفضل رئيس اللجنة. بس المقرر معالي الرئيس بس يثبت التقرير بس. نعم بس المقرر ما موجود. ممكن أي واحد من اللجنة يتفضل. أنت رئيس اللجنة تفضل. قاضي الرحمة أنت في المرافق تفضل. إيه نعم يا غازي. تفضل مقرر. بس أطلب تثبيت المحضر في مضبطة الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس أطلب تثبيت تقرير اللجنة. هل موافقون تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ توصية اللجنة. لحظة شوي، أغلبية موافقة.
أعتقد سعادة رئيس اللجنة بيتكلم. تكلمت بساعة بس خلاص. أنت رئيس اللجنة إذا بتتكلم. عموما شكرا مع الرئيس. يعني احنا طبعا يعني اذا ممكن تاجيل البدء في الموضوع أوكي. الى الاسبوع القادم ان شاء الله. هو لازم نحيل احنا للجنه يعني. اي نعم اعاده نعم. طيب هل موافقون على اعاده التقرير لمده اسبوع الى اللجنه؟ تفضل سعادة رئيس اللجنة ووضح حق سعادة النائب أسباب ترجيعه. يعني احنا نرى أهمية ان يعني نطلب مزيد من دراسة الموضوع لسبب ان ما زلنا ننتظر هناك بيكون فيه لقاء ل يعني الاستيضاح بشأن ما يتعلق بهذا المشروع. اعتقد ان نحتاج الى على الاقل الاسبوع القادم ان شاء الله. هل كافي ذي؟ تفضل سعادة النائب عبد الرحمن ابو مجيد. المشروع المقدم دراسته في اللجنة يعني الأسبوع من أسبوعين تم إرجاعه إلى اللجنة لمدة أسبوع، الآن بعد بيتم إرجاعه لمدة أسبوع. يعني يتمسكون فيه ويدرسونه ويبيون برأيهم مرة واحدة أفضل، يعني نصوت لهم أنه يتم التمسك بالمشروع ويتم تدارسه في اللجنة ويبيون برأيهم كنهائي وعرضه على المجلس. شكرا. اللي فهمت سعاده النائب رئيس اللجنه جمال داود ان انتم متمسكين يعني المشروع لمزيد من الدراسه لمده اسبوع. تفضل رئيس اللجنه. مع الرئيس. طبعا هو نحن نؤكد التمسك بالمشروع وبحاجه لمزيد من الدراسه لسبب ان هناك تداخل في بعض المصطلحات التي تحتاج الى تفسيرات. ومن خلال مناقشتنا فيها يعني هناك تداخل في المعاني. خاصة فيما يتعلق في لما نتكلم عن مسألة لها علاقة بكلمة الخاص، ماذا يعني الخاص في مثل هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بالسواحل، فلذلك يتطلب الموضوع مزيد التوضيح. فلذلك متمسكين فيه ان شاء الله. شكرا. فهل موافقون على ما دام طلب رئيس اللجنة سحبه ففضل ان احنا بعد اسبوع. فاعتقد في اغلبية موافقة على ارجاعه لمدة اسبوع. صوتنا له؟ ها ما صوتنا، تفضلوا عيل. أغلبية موافقة. البند الذي يليه. شكرا. البند السابع المشاريع بقوانين. تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون مساق بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. لجنة الخدمات المقرر. شكرا مع الرئيس. ثبت سعادة الوزير. فقط ملاحظة قبل التثبيت. تفضل. نعم. أيضا الأخوان مندوبين من وزارة التربية والتعليم. إي نعم. بالطريق ما وصلوا. فإذا هناك رفض من حيث المبدأ. إي نعم. فإذا ما توافقين وياهم توكل على الله. شكرا. شكرا جزيلا. مقرر اللجنة تفضل. مقرر اللجنة. سعادة الرئيس أثبت التقرير في مضبطة الجلسة. هل موافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. هل من لحظة شوي سعادة الأمين العام، هل هناك أحد يتكلم في هذا المشروع مبادئ الأسس؟ رئيس اللجنة تفضل. شكرا معالي الرئيس. اخوان اصحاب سعادة النواب، طبعا احنا في اللجنه وضحنا سبب الرفض وهو مبين في جدول الاعمال. طبعا خلينا نكتب التفاصيل. الذي اريد ان اقوله مننا لما بحثنا مواد هذا المشروع توصلنا الى 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 ان بعض المواد موجوده معالي الرئيس في قانون 27 لسنه 2005 وبشان التعليم وكذلك المرسوم بقانون رقم 25 سنه 1998. وعدد هذه المواد تقريبا مع الرئيس 35 مادة متشابهة نصا وحرفا موجودة في هذا القانون. وبقية المواد لم نتوافق عليها في اللجنة لأنها تسبب خلل بالعملية التعليمية.
وتشتيتا للأهداف الواردة في قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005، وكذلك ظهور أهداف جديدة في قانون الطفل. نعم. وتوجد بعض المواد صادرة فيها لوائح وقرارات تنظيمية من وزارة التربية والتعليم. إذا ما هي الجدوى من هذا المشروع؟ أغلب مواده متكررة، وبقية المواد يعني احنا لم نتوافق عليها، وفي بعض مواد قليلة ممكن أن يقدم اقتراح بقانون بتعديل بعض هذه المواد أحسن من غير مشروع كامل. طبعا أنا أفضل يعني أقترح بتعديل هذه المواد. مع الرئيس احنا في توافق أعتقد، يعني حتى ردود وزارة التربية والتعليم الجديدة الحكومية أعتقد متجهة مع توجه اللجنة. فالآن أتمنى من أصحاب سعادة النواب يعني يوافقون رأي اللجنة حتى نخرج من هذا الموضوع ونرفض المشروع. طبعا ما يرفض من حيث المبدأ. شكرا جزيلا. سعادة النواب عادل حميد. معالي الرئيس، مشروع القانون يهدف إلى القانون المعمول به حاليا، وهو قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الذي صدر في سنة 98، واستبداله بقانون جديد لمواكبة التغييرات الجديدة في مجال التعليم والتدريب، ولكن لجنة الخدمات أوصت برفض القانون لأن أغلب مواده عبارة عن تكرار لمواد القانون الحالي، فهو لم يأتي بجديد شأن تغييرات ليست كبيرة. أما الحكومة فتقول بأن المشروع بقانون لم يبين أوجه القصور في القانون الحالي الذي يستدعي إعداد قانون جديد، ومن ثم فأنه لا حاجة في الوقت الحالي إصدار قانون جديد. شكرا. شكرا سعادة النائب عادل حميد. سعادة النائب عيسى الكوهجي تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس احنا انا اشكر اللجنة على رفضهم حق القانون، ولكن انا بتكلم من منطلق مبدأ. المبدأ هو اذا احنا، واتمنى من رئيس وزير المجلسين يسمعني، اذا احنا نبي نكون دولة تستقطب الاستثمار، ففي اي قانون يجينا لازم يفكرون انا لما استقطب الاستثمار شلون اخلي الريال نعم يجيني، شلون اخلي صاحب رأس المال يقول انا افضل مملكة البحرين من دول الجوار. هذه المبدأ لازم احنا نخليها في راسنا لما نبي نسوي اي قانون. انا معالي الرئيس بس ابي اشير الى نقطتين اهم الاسس والمبادئ. زين، رقم واحد تعزيز فرص الاستثمار في مجال التعليم الخاص، وايد زين. هذه النقطة الثانية معالي الرئيس. زين، وهذه النقطة هو اهداف. زين، هدف المملكة من خلال التعليم والتدريب الخاص الى المساهمة في نشر التعليم والتدريب في اطار السياسة العامة لمملكة البحرين على الاخص من خلال ما يلي. انزين، وهم حاطين 9 نقاط. والنقطة التاسعة يا معالي الرئيس، تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي على الاستثمار في مجال التعليم التدريب والتعليم. هاي كلها وايد زينة معالي الرئيس، ولكن وهني الحين اللي أنا بتكلم عنه، ويا ريت إنه لما يجي قانون لازم نحطه في البال. هني قاعد يقول المادة 44 تعتمد الوزارة المختصة الرسوم الدراسية والتدريبية، ولا يجوز تعديلها بدون موافقة الوزارة. معالي الرئيس، إذا احنا تكلمنا رأس مالية ما حد يتدخل فيني، إلا إذا احنا اشتراكية نعم الحق حق كل واحد يتدخل، صح ولا لا؟ بس اما اذا انا بتكلم على الرأسمالية معالي الرئيس، هل انا بجيب شركة من برا والريال يبي يسوي فلوس؟ انا قاعد اتكلم في اي شيء يا معالي الرئيس وليس في هالقانون فقط. هذه بداية. ما يصير اقول حق الوزير يا وزير رجاء يعني انا بسوي فلوس. انا ما فهمت بند المادة 44 هذه، انا اشوفه ضد الرأسمالية. أنا إذا بجيب واحد من برا على البحرين بقول له تعال وسوي فلوس كثر ما تبي، عط البضاعة اللي أنت تبي وتشوف السوق شنو يعطيك، هل تقدر تسوي أرباح ما تقدر تسوي أرباح. هاي النقطة يا معالي الرئيس، وأتمنى
من وزير المجلسين يحط في عين الاعتبار في المستقبل هالنقطة. الله يسلمك، شكرا. شكرا دكتورة جميلة السماء. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، كوني عضوة في لجنة الخدمات اطلعنا على المشروع بقانون وكذلك على رأي الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ورأي وزارة التربية والتعليم، واتفقنا بشأن رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، إذ أن أي مشروع لابد أن يقوم على أسس منطقية، من أهمها وجود حاجة فعلية لهذا القانون بحيث تقوم السلطة التشريعية على تقديمه. فإذا كان المشروع المعروض أمام المجلس الآن لم يصنف أي شروط أو مواد جديدة، وإن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 98 يحقق الغرض المطلوب وأثبت نجاحه في مواكبة التغيرات، ولذلك ليس هناك مبرر معالي الرئيس لإصدار قانون جديد، وأطلب من المجلس الموقر الموافقة على توصية لجنة الخدمات برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ. شكرا. توصية اللجنة. رأت اللجنة بتوافق أعضائها الحاضرين رفض المشروع بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة من حيث المبدأ. هل موافقون على توصية اللجنة؟ أقلبي موافقة.